أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على ضرورة أن يكون الأمن والاستقرار عماد التحركات الإقليمية والدولية، فالعثرات التي اعترت طريق التنمية في المنطقة على الصعيدين الأمني والاقتصادي تكفيها، وهي تحتاج اليوم لحالة استقرار لتكمل مشوارها نحو بلوغ أهدافها في خير الدول ورفاه الشعوب. لافتا سموه إلى أن مملكة البحرين تمد يدها دوما لمن يسعى للوحدة والتعاون لما فيه خير وصلاح الجميع، في حين أنها ترفض التدخل في شؤونها بشكل يقوض أمنها واستقرارها. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من المسؤولين بالمملكة وفعاليات اقتصادية وفكرية وصحفية. وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن التطور العمراني قد بات عنوانا بارزا لأحد أوجه التنمية في مملكة البحرين، لافتا سموه إلى أن المسار التنموي يخضع للمتابعة المستمرة لأنه متصل بشكل مباشر بحياة المواطن، مما يجعل أهميته تتعاظم لدى الحكومة، وأن وتيرة العمل والإنجاز في كافة قطاعات التنمية متواصلة بكل عزيمة وإصرار من أجل أن ينعم المواطنون بأفضل الخدمات والوصول إلى المستقبل الذي نرجوه للوطن وشعبه. وعبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن اعتزازه بما يتميز به شعب البحرين من قيم تواصل وترابط في إطار روح المحبة والتآخي التي تجمع شعب البحرين. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برجال الصحافة والإعلام ودورهم المشهود في تنوير المجتمع وتحفيزه لكي يكون عنصرا فاعلا في نماء الوطن وازدهاره، منوها سموه بما يعبرون عنه من خلال كتاباتهم من موقف وطني مشهود ليس بمستغرب على الأقلام الوطنية تجاه القضايا التي تهم بلادهم. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. يا سيدي، إنما نفسي معلقة بفارس حازم ما خانه النظر، كم نفحة من رؤاه أريحيتها يشتاق نائلها ما أورق الشجر. خير البلاد يعم الناس كلهم على يديه كروض زانه الثمر. أبا علي أيا طودا دعائمه في كل داهية دهماء ينتصر. إن المغاصات في إدراك لجتها جني لآله وهو النصر والظفر. إن المغاصات في إدراك لجتها جني لآله وهو النصر والظفر. فما تزل عن التدبير حكمتكم وإن تسابق فيها البدو والحضر. ها أنت فيها بصير كيف ما انقلبت وصارم كيف ما مالت بها الحفر. كالسهم يحرز جرحا حين ترسله كلتا يديك وفيها القوس والوتر. بل أنت تعلم علما عن جزائرنا كبيرة صغرت في جنبها الجزر. فإن تشابهت الأسماء واتفقت فما خليفة إلا العزم والفكر. إن تشابهت الأسماء واتفقت فما خليفة إلا العزم والفكر. رقائق الطيب كل الطيب أنثرها في مجلس أنت فيه الأطيب العطر. فاسلم سلمت من الآفات ما سلمت أرض المحبة منها المجد ينحدر. فاسلم
سلمت من الآفات، ما سلمت أرض المحبة منها المجد ينحدر.